فالقيامة أحبائي، قيامة المسيح، تعلن نبوة المسيح الفريدة أنه فعلا تعين ابن الله بالقيامة من الأموات، وتعلن أيضا أزلية المسيح أنه جاء من السماء وقام، وبعد ظهوره لتلاميذه رجع إلى مكانته الأصلية الشرعية وجلس عن يمين العظمة. ثم قيامة المسيح هي بعبارة عن تجهيز لمجيء الثاني، كان لازم يجي المجيء الأول ويموت ويقوم، هذا لكي يعد لمجيء الثاني في نهاية الأيام. ثم القيامة تعلن لنا أن المسيح هو الديان، كل شخص سوف يقف أمام المسيح ويحاسب أمام الشخص الحي الذي هزم الموت وقام من الأموات، فهو الديان الذي سيرجع يوما ما ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أيضا القيامة تعلن مصداقية إعلانات وأقوال المسيح عندما قال أنا هو القيامة والحياة، ليس فقط أقام الموتى لكنه أقام نفسه وهو حي إلى أبد الآبدين.